في مقالة نشرت في صحيفة الرياض يقول الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله شقير: تحفل أراضي السعودية بمنظومة كبيرة من الذاكرة الجمعية التي خلدها الإنسان عبر آلاف السنين، والمتمثلة في حضارات الممالك العربية وقبائلها وأيام العرب، وفي الجبال الشهيرة التي جرت حولها أحداث وخلد ذكرها الشعراء، والبيئة المناخية النجدية المتمثلة في ظاهرة صبا نجد، حتى صار كثير من جبال نجد وصبا نجد أيقونة لشعراء الأندلس وشعراء العصر الحديث من الذين لا يعرفون عنها غير شهرتها. إلا أن الكثير من هذه الحضارات والأحداث استلبت من سياقها الجغرافي ووضعت في سياقات عروبية أو قبلية أو سياسية من خلال إنتاج مسلسلات وأفلام كثيرة موجهة إلى الشارع العربي، تغيرت فيها الصورة الذهنية الشعبية من خلال ربط الأحداث والأشخاص بقبائل أو قوميات وإبعادها ذهنيا عن تاريخ السعودية وجغرافيتها. وقد تسبب هذا الاستلاب في أن منطقة نجد توصم من قبل بعض المثقفين والباحثين بأنها بلا حضارات وأنها غير منتجة للفكر ولا العلم. ويضيف الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله شقير قائلا: تكمن أهمية دراسة أيام العرب وحروبها وبلدان نجد ومعالمها الطبوغرافية الخالدة في قصائد الشعراء في أنها العوامل التي شكلت هوية منطقة نجد، وأنها ثقافة قابلة لتصديرها إلى العالم بأشكال علمية ومنتجات أدبية وفنية وتقنية بوصفها قوة ناعمة وإمكانية جاذبيتها السياحية بعد التعريف بأهميتها وإبراز تاريخها من خلال امتلاك رؤية استراتيجية لملء الفراغ الكبير في إنتاج التراث والحضارة بطريقة تهدف إلى حماية الصورة الذهنية وإدارة السمعة التاريخية.